السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أعزائي الطلبة. التجربة القادمة هي تجربة E over M. من اسمها يعني بيكون هدفها حساب E over M، يعني شحنة الإلكترون إلى كتلته، نسبة شحنة الإلكترون إلى كتلته. أدوات التجربة عبارة عن إلكترون تيوب زي ما احنا شايفين، هاي القبة الزجاجية اللي راح يكون فيها حزمة الإلكترونات في الداخل، وفي عنا جهاز لتغيير الفولتية هنا باستخدام مفتاح الفولتية، وجهاز لتغيير التيار، جهاز لتغيير التيار، وراح يكون عنا فولت ميتر زي ما احنا شايفين وأميتر، فولت ميتر وأميتر. تجربة بسيطة جدا، عملية حسابات فقط، أربع حسابات بسيطة جدا، ومقارنة القيمة اللي راح تطلع معنا E over M مع القيمة الحقيقية. يعني أنت راح تحسب القيمة الحقيقية لـ E over M شحنته على كتلته، والآن تقوم بأخذ قراءة، نقوم بأخذ قراءات من هنا ونحسب باستخدام علاقات موجودة سيتم إرفاقها لكم تباعا ومقارنتها بالقيمة الحقيقية. راح يتم كالعادة إرفاق البروسيجر، صورة عن خطوات عمل التجربة وأهداف التجربة، وهي صورة عن الجداول اللي راح نعملها، وكمان هاي صورة راح تكون هنا عن أهداف التجربة وطريقة عمل التجربة إلى آخره. طبعا هذه التجربة تحتاج إلى تعتيم كامل، يعني المفروض أنه نطفي الإضاءة ويكون في تعتيم كامل لهذه التجربة، لكن للأسف يعني ما راح تظهر التصوير على الكاميرا بالتعتيم. لكن اللي راح يصير عندنا في داخل هذه القبة الزجاجية أو الكرة الزجاجية، راح تظهر عندنا حزمة الإلكترونات على شكل دائرة، راح يكون على شكل دائرة، وهي راح يجي عليها سؤال: لماذا تظهر الحزمة دائرية؟ الجواب بسيط جدا، له علاقة بالمجال المغناطيسي والمجال الكهربائي. لاحظ في داخل الكرة الزجاجية في عندي هون ما يشبه السلم، له أربع درجات، هاي السلم له أربع درجات، كل درجة تحدد نصف قطر الحزمة. يعني إحنا راح نتحكم باستخدام مفتاح الفولتية مع التيار، راح نختار أربع حزم دائرية من التيار، ونتحكم في نصف قطر هذه الحزمة. يعني بقدر أنا أتحكم في الحزمة وأحطها على نصف قطر 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، وهكذا. يعني إحنا بنقدر نتحكم فيها باستخدام المفاتيح اللي أمامنا. بعد تحديد كل حزمة ونصف قطرها، سيتم أخذ قراءة الفولتية من هنا مثل المثال اللي أمامنا 157، مع قراءة التيار اللي أمامنا محطوط على 10 أمبير، فبتكون القراءة مثلا هنا 6 أمبير على سبيل المثال. يعني هاي قراءة، لكن زي ما حكيت أنه الحزمة بسبب الإضاءة مش ظاهرة، فتحتاج إلى تعتيم كامل. وهكذا القراءات المطلوبة منا في هذه التجربة هي الفولتية مع التيار مع نصف قطر الحزمة، وهناك ثوابت موجودة راح يتم إرفاقها لكم تباعا. وهكذا في النهاية نقوم بحساب E over M ومقارنتها بالقيمة الحقيقية وإرفاق التقرير على كلاس روم كالمعتاد. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.